السلام عليكم خاوتي اخواتي ومرحبا بكم جديد في قناتكم اخبار بلادي. في هذا الفيديو خاوتي جيت نحكي لكم على موضوع مهم جدا، يعني لقيت الكثير من الصفحات المغربية تتداوله كما راكم تشوفوا معايا هنا. دوك نقرا لكم شوي منها. يعني بين قوسين راهي تقول باللي الجيش الملكي المغربي قام بقصف جزائريين حاولوا الدخول لاحتلال المغرب، يعني خبر غير منطقي تماما. لكن ايضا يعني ما تحدثتش عليه صفحة واحدة، وانما تحدثت عليه الكثير من الصفحات اللي راح نشاركها معاكم الان بالصور باش تشوفوا كلش وتعرفوا يعني النظام الغبي تاعهم وكيف انه حتى هما ما صدقوش هذا الاخبار، يعني شغل عارفوا انها مجرد الهاء باش يتخلصوا من الفضائح اللي راهم متبعتهم الان بخصوص ملكهم الملياردير اللي ما حبش يتبرع لهم بدراهمه، بصح زعما تبرع لهم بالدم تاعو. وايضا البنى التحتيه المطردقه اللي كان دايرها الملك محمد السادس فقط من اجل السياحه وللان انقلبت عليه بشكل سلبي. هذا هو موضوعنا لليوم خاوتي، من قبل ما نبداو في تفاصيل الاخبار ارجوكم دعمونا بالضغط على زر الاعجاب، اشتركوا في هذه القناه وفعلوا الجرس. هذا الامور خاوتي تدعمنا نصدر الحملات السينيور، شكرا جزيلا لكم. في الاول خاوتي قريت زعما هذا المنشور اللي راكم تشوفوه معايا الان، زعما قال لك القوات المسلحه الملكيه المغربيه هاي تقول الآتي: القوات المسلحة تقوم بقصف مرتزقة الجزائر مباشرة بعد دخولها الصحراء المغربية قادمة من تندوف. ميليشيات الجزائر المسلحة أرادت استغلال ظروف الحزن عند المغاربة بعد فاجعة زلزال الحوز للقيام بفيديوهات تضليلية، فتم تحييدها بقصف مركز. يعني بعد الصفحة اللي مراها تشوفوا زعما باللي طي الطوموبيل هكذا مكسرة. أولا خاوتي كاين الكثير من الأمور اللي راني حاب نهضر عليها في هذا المنشور. أولا قالك داخل الصحراء المغربية، هذا طبعا بالنسبة لهم فقط، كان جات صحراء مغربية ما تسموهاش صحراء مغربية، تعطوها اسم منطقة لأنها زعما ولات منطقة من بلادكم. وأيضا هذا الأمر معترف به فقط من طرف الصحراء، من طرف المغرب وأيضا إسرائيل. ثانيا قريت هذا المنشور وقلت إيه ماهيش رسمية، خاتشوفوا واش قالها خاوتي القوات المسلحة الملكية المغربية صفحة غير رسمية، ولكن زدت بحث في الأمر لقيت صفحات ضخمة رسمية تتحدث عن هذا الأمر. وباش نبين لكم خاوتي بلي هذا الموقع اللي يتحدث على هذا الأمر رسمي، يعني شوفوا العنوان واش جا: القوات المسلحة تقوم بقصف مرتزقة الجزائر مباشرة بعد دخولها الصحراء المغربية قادمة من تندو. شوفوا خاوتي تشبه كثيرا لهذا المنشور. الآن خلونا زعما ندخلوا كما قلنا لكم المنشور هذا ونشوفوا المصدر تاعو. شوفوا خاوتي مباشرة نعاودوا دقيقة الانترنت، شوفوا كي تدخل من مسوالو، ها شوفوا شوفوا راح يدينا خاوتي يدونا الموقع الرسمي لنقل الأخبار في المغرب، يسمى بالحدث 24 ولا الحدث 24. وشوفوا شحال عندهم الفولورز خاوتي، 1.5 مليون. ويعني غالبية الصفحة هذه تنشر أخبار حول المغرب، ولكن أحيانا يعني تنشر البروباغاندا تاعها. فمثلا هنا زعما تقول لك بالصوت والصوره قنوات اليوتيوب والتيك توك تسترزق من محنه الحوز، ولكن في الحقيقه قنوات التيك توك واليوتيوب راهم يكشفوا الفضائح اللي راه يحاول الملك محمد السادس يغطيهم، ولم يتمكن من هذا الامر، حيث ان يعني فرنسا ايضا هي التي فضحتهم بنفسها. مو بعد خاوتي بعد هذيك الفضيحه تماما، وهذيك خاوتي عندها غير 5 سوايع، قام ملك المغرب بالتبرع ب 100 مليار سنتيم لصندوق الزلزال. اخيرا هذه ضربت يعني الزلزال خلاص، والناس قاعد جبدوهم وكاع باش تبرع ب 100 مليار سنتيم للصندوق. 100 مليار سنتيم خاوتي قادر تبان لكم بزاف، ولكنها لا يعني ما عندها حتى مقارنه بالثروه تاع الملك محمد السادس اللي تبلغ ازيد من 10 مليار دولار، وهذا حسب الفضيحه اللي وريتها لكم تاع الصحيفة الفرنسية اللي نشرت عليه. أيضا خاوتي لو كان مشي المنشور تاع فرنسا الملك محمد السادس، قصدي لو كان زعما مشي المنشور تاع صحيفة شارلي إبدو الفرنسية اللي نشرت هذاك المقال عليه، لو كان هذا الملك ما يتبرعش بال 100 سنتيم ولا 100 مليار سنتيم. أيضا خاوتي رحت لمواقع أخرى رسمية للمغرب باش نطلع على هذا الخبر ونشارك معاكم، إلى أنه زعما لقيتو يعني نحاوه من الصفحة تاعهم. هذا ما يثبت خاوتي ان هذا الامر كان حقا رسميا. الان خاوتي زعما ضاري من العادات تاع الجزائر انها تنشر اخبار وتقول بلي ردوا بالكم تندرجوا وراء الاخبار الكاذبه وما الى غير ذلك، ولكن ملقوت هذا الخبر التافه يعني حتى
كما كنت نقول لكم يعني من قوة الخبر هذا التافه، الحكومة الجزائرية ما اضطرتش حتى تخاطب الشعب الجزائري وتقول ردوا بالكم تنساقوا وراء الأخبار الكاذبة، لأنه حتى هم المراركة في حد ذاتهم ما أمنوش الأخبار. خاوتي مثلا تبدأ تهبط في اللي كوموتير تلقى واحد هكذا قال لهم منين راهم يجوكم هذا الأخبار يرحم بابكم. أيضا تعليق آخر يقول شي واحد يعطيني قناة موثوقة قالت هذا الشيء، يعني شغل اسكت الأمر صحيح يعني بيزار بس بين صحيحة. من بعد زعما تروح تجي تقرا لي كومونتير الرد تاعو، واحد قال له هذا الشيء ما تقالش في قنوات الصحافه والاخبار بحال هيسبريس. زعما الهيسبريس هي القناه الاكثر موثوقيه بالنسبه لهم كاع، وهي اللي يسمعوا لها كاع. وهذه الاخبار كما راكم تشوفوا راهي تنتشر في الصفحات الضخمه اللي كما وريت لكم هذيك عندها 1.5 مليون مشترك، ولكنها ماش تنتشر يعني في القنوات تاع الدولة، رغم انه هذيك القناة تاع الفيسبوك اللي وريتها لكم رسميا نوعا ما لانها تنتشر فيها الاخبار في نفس المواقع مثل هيسبريس اللي عندها قريب نفس المشتركين كما موقع هيسبريس. الان خاوتي قدر تسقسوني لكن لماذا المخزن ينشر يعني خبر كاذب غبي مثل هذا اللي حتى الشعب تاعو ما يامنوش؟ طبعا خاوتي كما على بالكم كاين الكثير اللي ما يامنش، ولكن كان ايضا فئة كبيرة من الشعب المغربي راح تامن. والان المغرب راح حابة تلهي الشعب تاعها اكثر من اي وقت مضى، وطبعا بالنسبه لهم الغوله الكبيره كاع هي الجزائر. لكن الان لا يوجد يعني طريقه افضل من ان تلهيهم بزعماء دخل الجيش الجزائري من الصحراء اللي كما هما سموها بين قوسين المغربيه قصدي الصحراء الغربيه، وردوا بالكم راح يصدموا علينا بالجيش، ولكن جيشنا القوي الملكي بعد مطري طيح لهم الأسلحة تاعهم. يعني كل هذه الأمور أجل إلهائهم باش يغمضوا عينيهم على الزنزلة اللي ضربت في بلدهم مؤخرا. يعني الشعب تاعهم كان يشتكي يقول باللي الحكومة استغلتنا وعلى جالها بنينا بنايات هشة من أجل استقطاب السياح، وكان حبوا نديروا يعني بنايات صوليد الحكومة المغربية ما تخليناش تقول لنا لا خلوا باش يزيدوا يجيوكم السياح. ايضا هناك اخبار كما قلت لكم اللي اثرت على الراي العام المغربي، يعني من بعد المغرب الشعب المغربي بدا يفكر بدا يقول صح كيفاه زعما شغل كيفاه احنا الملك تاعنا هو اغنى رجل في افريقيا كامله، سيد عنده 10 ملايير دولار وما تبرع عنا بحتى دورو، مالا بداو لاتهين بيه يا الملك يا سراق يا كذا اعطينا الدراهم عاوننا رانا حاصلين في الزنزله. ومن بعد انتشرت عليه الاخبار من طرف فرنسا والجزائر وكل الدول هذه باش الملك قرر يبعث هذيك المئة مليار دولار الى الشعب تاعو باش يلتيهم اكثر. الان المغرب عم بلها الجزائر اللي تيا بها، ولكن في الحقيقة الجزائر عندها الكثير من الامور الاخرى اللي راهي اللي تيا بها. من عندك من جهة اخرى ساكن ليبيا يحتاج المساعدات الجزائرية اكثر من اي وقت مضى، والجزائر تحاول تلبي لهم كل هذه الطلبات والرغبات. خاطيك ما شفتوا هذا هو موضوعنا لليوم، انتوما واش راكم في هذا الموضوع؟ خبروناكم في التعليقات. نشكركم جزيل الشكر على المشاهدة، وسنلتقي مع المزيد من الأخبار والمواضيع. إلى اللقاء.